سيادة الرئيس، إن ما تنعم به بلادنا اليوم من رقي واستقرار وما تحققه من إنجازات في مختلف الميادين يعد شهادة حية على ما تتحلون به من حكمة وبعد نظر في دفع مسيرة التنمية والسمو بتونس إلى أعلى مراتب التقدم. لقد رسمتم يا سيادة الرئيس غاية قصوى للتنمية، وهي تأمين أسباب العيش الكريم لكافة الفئات والجهات، وراهنتم على قدرات شعبنا لرفع تحديات العولمة ومواجهة الأزمات العالمية المتتالية وآخرها الأزمة المالية التي هزت أركان الاقتصاد العالمي وبثت الحيرة في معظم بلدان العالم، غير أن حسن تعاملكم مع مثل هذه الصدمات بحرصكم على ربط آليات اقتصاد السوق بإصلاحات اجتماعية جريئة جعل بلادنا تتوفق إلى الحد في الحد من التداعيات السلبية للتقلبات العالمية وتنأى بنفسها عن مخاطر التهميش والإقصاء. إننا على يقين يا سيادة الرئيس أن استثماركم في الحوار الاجتماعي هو أحد مفاتيح نجاح تجربتنا التنموية، ففي عصر طغت عليه الليبرالية المشطة عملتم على دعم الحوار الثلاثي وتعزيز ثقافة احترام الحرية النقبية والمفاوضة الجماعية تكريساً لقناعتكم بأن تأمين الحياة القانونية لكافة أصناف الشغالين هو عنصر أساسي للرفع من الإنتاجية وتحسين نوعية النمو. لقد حرصتم على توطيد دعائم البناء الديمقراطي بما تتخذونه من قرارات لترسيخ التعددية السياسية وما تبدونه من تصميم على تطوير الإعلام الوطني وتوسيع دائرة المشاركة، كما سعيتم إلى ترسيخ قيم المواطنة وروح التسامح والتنافس الانتخابي، فضلاً عن مسعاكم لتعزيز أركان النظام الجمهوري وتكريس قيم الوفاء لرموز الوطن. وثقوا يا سيادة الرئيس أن النقابين والشغالين الذين كانوا في الموعد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مجددين كامل ثقتهم في شخصكم لتواصلوا الاضطراع بأمانة البلاد لن يدخروا جهداً لتجسيم الأهداف الطموحة التي تضمنها برنامجكم الانتخابي للسنوات القادمة.